إعلان عن كشف أثري تحت مياه النيل. ده مش حاجة متكررة وسهلة، أولا لأنها بتحتاج لمعدات وطريقة بحث وأسلوب معين في التعامل مع الآثار عموما. الآثار الغارقة في إدارة، بالتالي في إدارة في وزارة الآثار اسمها الآثار الغارقة، لكن كمان مسألة الآثار الغارقة في النيل ده اللي من اللافت جدا انه يتم الإعلان عن كشف بخصوصه، مع إضافة انه الكشف ده ما هوش تابع مثلا، برضو يقول لك المعتاد انك تلاقي كشف للأسر بقى الفرعونية القديمة، فدي الأسرة ال 19، الأسرة ال 18، الأسرة ال 20 وهكذا، هم متقسمين ثلاث مراحل يعني او ثلاث عصور. اللي تم الكشف عنه لأسر اللي هم بيسموه الميدل كينجدم، الأسر الوسطى في العصر الوسيط، وبعديهم بكتير قوي بعد كده بقى في العصر المتأخر. فده لافت انه في تنوع. هل الآثار دي هتطلع؟ هل الآثار دي هتفضل كده ونعرف بس وجودها أبعاده إيه وإيه المكونات بتاعة اللي تم العثور عليه؟ لأن دي بعثة مصرية فرنسية مشتركة. علامات الاستفهام والأسئلة يجيب عنها الأستاذ هشام الليثي. برحب بحضرتك معانا رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بأسوان. تحياتنا لحضرتك. مساء الخير يا أستاذ شريف، والمساء كله للسادة المشاهدين الكرام. في الأول أشكر حضرتك أن أنت بتلقي الضوء على حاجة مهمة جدا بتحدث في مصر، وده يحدث في مصر بذنك حضرتك المميز. ربنا يخليك يا فندم. الفكرة دي مش أول مرة أن احنا نعمل غطس تحت مياه النيل. أول مرة كانت 2008 في أيام عهد الدكتور زاهي حواس الأمين العام لمجلس الآثار الأزرق، تم القيام بغطس في منطقة جبل السلسلة لمعرفة المينا اللي كان بيجلب منه الصخور. يعني منه. فكرة التنقيب عن الآثار وكشف الآثار تحت مياه النيل دي أصلا فكرة مش تقليدية، مش فكرة احنا متعودين عليها، هي 2008 والنهاردة. منشأة من ذلك العهد. الفكرة كلها في الحبس أو الكشاف الموجود دلوقتي اللي بين جزيرتي فيلا وكونشس، دي حاجة مهمة جدا. أولا الآثار دي أو اللوحات دي لوحات صخرية من الجرانيت تم الكشف عنها أساسا 1960 الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة في ذلك الوقت. إن دي أول مرة في تاريخ الآثار المصرية إن يتم غطس ونشوف جمال هذه النقوش واللوحات التي ترجع إلى عهد الملك تحتمس الثالث ومحتوب الثالث، وكمان في الأسرة 26 أبي سمتيك الثاني وابنه إبريس. الآثار دي موجودة، مش عارفة ننقلها ولا نعملها عشان دي موجودة في الجبل، موجودة في الجبل تحت في المية، المية مغطية كلها. وتم العمل مع البعثة المصرية الفرنسية في محيط 100 متر. يعني هي بعد الكشف عنها هتفضل في مكانها كده، مش هتتحرك. اولا دي مكتشفه موجوده تحت الميه، صخور من جزء من الجبل. حضرتك لو ركبت مركب في النيل بقت جزء بقى جزء من بقى يعني بقت جزء عمليا من ارض النيل، من ارض القاع. ايوه يا فندم. ليه حضرتك لو ركبت مركب بقى عند جزيره الفنتين هتمشي وانت راكب ورايح توصل بنشوف بتشوف الصخور دي عليها نقوش للنقوش وخراطيش لملوك مصر العظام موجودين في التوقيت ده، صخور من مكون الجبل نفسه ما يقدرش يشيلها. عشان كده دي اول مره ان احنا بنظهرها والكل وتصور فيديو. ونقطه تانية مهمه يا استاذ شريف عشان الساده المشاهدين يعرفوا ان الغوص في الميه مختلف تماما عن الغوص في البحر المتوسط. البحر غير النيل. طبعا يا فندم. ليه؟ كثافة المية بتاعت تقول المية مية تقيل تقيلة تقيلة جدا ما تقدرش. ليه؟ بنعمل كم غطسة يعني في 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 في, في البحر. زمايلي اللي في إدارة الآثار الغرقة لما بيعملوا ممكن يعملوا غطسة كاملة يقدروا يشوفوا حاجات كتير، لكن مين ما تقدرش، ممكن تعمل مرة واثنين وثلاثة. والشغل ده نتاج أسبوع عمل موجود في المكان دوت، ودي الأول مرة بيتم تصويره أو استخدام التقنيات الحديثة في التصوير تحت المية. احنا طب طبعاً هل بتدينا معلومات؟ هل بتدينا معلومات جديدة عن المنطقة؟ بتدينا معلومات تاريخية جديدة؟ لأن أنت مش هتستفيد بيها أثرياً على المستوى المالي.
لكن هتستفيد بيها في علميا. الملوك يا فندم بيديني الخراطيش بتاعت الملوك، يعني الملوك وصلوا للمنطقه دي وسجلوا لوحات وفي نقوش ويتم دراستها دلوقتي وهيتم نشرها علميا عشان الناس كلها تستفيد وتعرف ايه اللي موجود تحت الميه اللي مش معروف للناس. مفهوم. وخصوصا كمان انه لافت انها ل يعني مراحل متباعده من التاريخ الفرعوني من الاسر. يعني بترجع لعصور مختلفه زي ما قلت لحضرتك، الدوله الحديثه اللي بترجع لسنه 1550 قبل الميلاد لسنه 570 قبل الميلاد. 570 دي الاسره 26 اللي بيطلق على العصر الصاوي، الملك بسماتيك الثاني وابنه ابرس. الو اي فندم انا سامعك اتفضل. ايوه فندم، الملك بسماتيك الثاني وابنه ابرس، وده حضرتك ده زي ما حضرتك بتقول الملوك كلهم ملوك مصر كلهم دايما في الاماكن الحدوديه لازم بيسجلوا عظمه، يحطوا لنفسهم اثر او تسجيل لنفسهم. خاصه لو انت بصيت للمعبد رمسيس الثاني بتاع ابو سمبل ضخمته وفخمته ليه؟ عشان الجانب الجنوبي يعرف ان بيحكم مصر ملك قوي عظيم. طيب سؤال تاني من فضلك، هو ده على عمق قد ايه؟ ده حضرتك العمق يعني ممكن مكنش كتير 20 متر اقل او يزيد، يعني ده بالظبط زمايل المتخصصين في الاثار الغرقه يعرفوا يشوفوا الكلام ده اكتر، عشان كمان الرؤيه مستوى الرؤيه تحت بيختلف من ضوء الشمس او الضوء تحت يقدر يوصل لتحت فين مع استخدام طبعا. وهل هيتم بقى يعني هل هيتم تنظيفها رفع الطحالب كل حاجه يا فندم؟ بص يا فندم، طالما اكتشفنا حاجه بيتم التعامل معها اكنها اثر على الارض، اللي بيتم معالجته فوق الارض الاثر وترميمه والحفاظ عليه بيتم معالجته تحت الارض، ولو ينفع ينتشل بينتشل، ما ينفعش بنحافظ عليه في مكانه تحت عشان على مر السنين كلها هو محفوظ تحت الميه. صحيح صحيح. أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا أستاذ هشام الليثي. شكرا يا سلام. رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار في أسوان، تحياتنا لحضرتك. إحنا اتكلمنا مع حضراتكم امبارح بخصوص الواقعة الخاصة بالله يرحمه الفنان تامر ضيائي، و